اهلا بكم من جديد. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان. السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال في تصريحاته بان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان سلم الرئيس السيسي نسخة من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016-2017 والذي تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها. أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لا سيما في ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي. كما أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن. يعقد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اجتماعا في دورته 202 في الفترة من 4 إلى 18 من أكتوبر القادم برئاسة سفير ألمانيا لدى المنظمة في مقر المنظمة بباريس. وخلال هذه الدورة سيتم انتخاب الرئيس الجديد لمنظمة اليونسكو عن طريق الاقتراع السري وفي جلسات خاصة. يتنافس على منصب مدير عام المنظمة حتى الآن 8 مرشحين بعد انسحاب مرشح غواتيمالا، وهم مشيرة خطاب من مصر، فولاد بلبل أوغلو من أذربيجان، وفام سان شاوم من فيتنام، وحمد ابن عبد العزيز الكواري من قطر، وكيان تانغ من الصين، وصالح الحسناوي من العراق، وفيرا خوري لكوي من لبنان، وأودري أوزلاي من فرنسا. ويتطلب الفوز توافر أغلبية أصوات المجلس التنفيذي البالغ عددها 58 على أن يعلن اسم الفائز في موعد أقصى 13 من شهر أكتوبر القادم. قرر المجلس الأعلى للإعلام أن يتم حظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها في الأماكن العامة بوصف أنها مرض يجب التستر عليه وليس إعلانه أو الفخر به، وذلك احتراما للأخلاق العامة ولقيم وعادات وتقاليد المجتمع. وأوضح أن الترويج لهذه الشعارات هو إفساد للمجتمع ينبغي أن يلقى القائم به جزاؤه. حضر المجلس أيضا ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون ظهور للاعتراف بخطأ السلوك. وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس في بيان اليوم السبت أن القرار لا يعني أننا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الداء أو ننكره، بل على العكس فإن المطلوب علاجه والتخلص منه باعتباره مرضا هو يتم إشاعته لأسباب يجب العمل على علاجها، مثل فساد الاعتماد الكامل على المربيات في تربية الأطفال وضعف رقابة الأسرة على سلوك الأبناء ومخالطة أوساط غير صحيحة. نجحت جهود وزارة البيئة واللجنة الوطنية للصندوق المناخ الأخضر في الحصول على موافقة صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا. أوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم أن قيمة المنحة المقدمة لصالح هذا المشروع تبلغ 31.4 مليون دولار، ويهدف إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 59 كيلومتر للأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق. معي عبر الهاتف دكتور خالد فهمي وزير البيئة للتعقيب على هذا الخبر. أهلا بك معنا سيادة الوزير. أهلا مساء الخير. يعني بعد التوصل لهذه الاتفاقية يعني بموجب هذه المنحة، في رأيك كيف ستؤثر على الوضع البيئي في الساحل الشمالي والدلتا؟ طبعا الصندوق المناخ الأخضر هو الآلية التمويل الأساسية لتخطيط التغيرات المناخية. هو بيعقد اجتماعاته حاليا، اجتماعات مجلس الإدارة بتاعه بيعقد اجتماعاته حاليا في القاهرة بناء على دعوة من وزارة البيئة. احنا بنتكلم على 225 عضو بيمثلوا 190 دولة بالإضافة للسكرتارية، وفيهم طبعا وفد مصر. احنا كنا مقدمين مشروع مع وزارة الري، وزارة الري التي أعدت المشروع وتم صياغته بمعرفة اللجنة
الوطنيه اللي تبع وزاره البيئه وفي وزاره الخارجيه ووزارات اخرى. تم صياغه هذا المشروع واعداده وتقديمه الى الاجتماعات وحصل اليوم على الموافقه. طبعا ده ثالث مشروع كبير خدته مصر، في مشروعين خدناه السنه اللي فاتت يعني في اكتوبر 2016 وفي ابريل 2017، مشروعين بيركزوا على قطاع الطاقه والطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه بمبلغ 357 مليون دولار، وبالتالي حصيله مصر وقاربت ال 390 مليون دولار بتاخدهم علشان نقدر نساعد الشركات الصغيره والمتوسطه في تنفيذ مشروعات لحمايه البيئه من التغيرات المناخيه. طبعا زي ما سالتك ذكرتي ان المشروع اليوم هو مشروع للتكيف مع اثار المناخ، فبيمكن وزاره الري اللي بتساهم بالاضافه لل 31 مليون دولار بتساهم ب 104 مليون جنيه مصري لتنفيذ سلسله من المدخلات لحمايه الشواطئ المصريه من ارتفاع مستوى البحر، وبتساهم في انشاء شبكه للانذار من الكوارث الطبيعيه. وده زي ما سيادتك شايفه ان هو في الايام دي من اولويات قصوى لحمايه شواطئنا وحمايه مصر من التغيرات المناخيه. تمام. طيب يعني بموجب هذا المشروع نقدر نقول انه على امتداد سواحل البحر المتوسط هيكون في قدره على رصد تاثير التغيرات المناخيه على طول الساحل. طبعا الرصد والتدخل، يعني الرصد وبناء الحواجز تحمي الشواطئ في اطار خطه بيتم وضعها وبتنفذها وزاره الري، وبالاضافه طبعا الى المشروعات اللي موجوده في الخطط الاستثماريه والمعدات الاستثماريه لوزاره الري. طيب المنحه يا فندم بتكون فقط هي المقدمه ولا بيكون في مساعده في الجانب الفني فيما يتعلق بتدريب الكوادر وقدراتهم على الرصد والمتابعه؟ هو بتشمل شقين، شق انشائي وشق فني، فهي بتشمل الشقين بالاضافه طبعا للبرنامج بال 104 مليون جنيه اللي جايبهم وزاره الري واللي بتنفذهم كمان مع البرنامج المائي. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد فهمي وزير البيئه. كشفت البعثة المصرية الإنجليزية من جامعة كامبريدج برئاسة عالم الآثار باري كيمب عن رأس تمثال للملك إخناتون، وذلك أثناء أعمال الحفائر لهذا الموسم بالصالة الأولى داخل معبد أتون الكبير بمدينة تل العمارة الأثرية بمحافظة المنيا. أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري أهمية هذا الكشف، حيث لا يخص فقط أحد أهم ملوك مصر القديمة ولكنه يزيل النقاب عن أسرار هذه المدينة التي كانت عاصمة لدولة التوحيد التي أنشأها الملك إخناتون، وفترته التي تعد حقبة تاريخية متفردة بفنها وديانتها. من جانبه أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور أيمن العشماوي أن رأس التمثال المكتشفة مصنوعة من الجبس ويبلغ ارتفاعها نحو 9 سنتيمترات وطولها 13.5 سنتيمتر وعرضها 8 سنتيمترات. معي عبر الهاتف الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ايمان، اهلا بك معنا. قيمه هذا الكشف الجديد عن راس تمثال للملك اخناتون؟ هو الحقيقه في عندنا جامعه كامبريدج بتشتغل هناك من عده سنوات، وبدات الموسم ده في 20/9 الشهر الحالي، وعند المعبد الاتوني الكبير في الصاله الاولى ناحيه الناحيه الجنوبيه تقريبا تم الكشف عن تمثال اللي راس تمثال لاخناتون في تل العمرنه. الراس دي تقريبا 13 سم في طول، في 8 في ارتفاع 9 سم من الجبس. ده دليل على ان المنطقه لسه برضه ما زالت تبوح باسرارها. وما ننساش ان احنا اخناتون بنهتم جدا بالمنطقه بتاعت تل العمرنه بعد تغيير العاصمه من طيبه من الاله امون للاله اتون
ودي منطقة واعدة جدا، وما زال العمل جاري على صدى مساق في هذه المنطقة، وإن شاء الله لا تسفر عن عديد من الاكتشافات الحديثة في تل العمدنا بإذن الله. طيب هل تم الاتفاق أو يعني حدوث قرار بشأن هذا التمثال؟ كيف سيتم التعامل معه؟ وإيه المكان المناسب اللي سيتم وضعه فيه؟ هل بحاجة إلى أي نوع من أنواع الترميمات؟ هو الحمد لله الرأس بحالة جيدة من الحفظ، فهيتم نقلها غدا بإذن الله تعالى، هتروح للمخزن وهيتم استئناف الحفائر للتأكد ما إذا كانت الرأس موجودة بس اللي كانت موجودة، أم هناك الجزء الباقي متبقي من التمثال. الحفائر مستمرة وإن شاء الله يتم الكشف عن باقي أجزاء التمثال في المكان اللي تم الكشف عن الرأس الموجودة. تمام. يعني دكتور مصطفى، بعد يعني مثل هذه الاكتشافات بيتم المواظبة على أعمال الحفر في نفس المنطقة أم بيتم تأجيلها لحين التعامل مع رأس التمثال؟ الإجراءات اللي بيتم اتخاذها في مثل هذه الحالات؟ طبعا الإجراءات بتتوثق، بتتسجل، بتترسم، بتتصور، بتوضع في المخزن، والحفائر مستمرة في نفس المكان، مش هتوقف الحفائر، ودي ملهاش علاقة أبدا بإن احنا نتوقف عن استئناف الحفائر اللي موجودة، لا الحفائر مستمرة، وإن شاء الله لها عن حاجات تانية طبعا مما لا شك فيه. احنا قلنا إن المنطقة دي منطقة غنية، منطقة ما تعملش فيها حفائر كتيرة جدا، المنطقة لم يتم البوح بأسرارها كاملة، لسه الحفائر مستمرة، وإن شاء الله ده الموسم لسه بدأ من 20/9، يعني البعثة برضه هتستأنف عملها، وإن شاء الله في القريب العاجل هيبقى في أخبار سارة برضه عن نفس المنطقة بإذن الله. تمام. أنا بشكرك جزيلا دكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. حوارنا الأول مشاهدينا متعلق بدور الانعقاد القادم لمجلس النواب، ما يدور في أذهان المواطنين وما يأملون فيه من تشريعات متعلقة بتحسين أوضاعهم الحياتية، في حوارنا الأول في برنامج من القاهرة بعد التقرير.